وأنا معروف بأنني مع أن تعطي الدولة الحق متساوي للمواطنين والمواطنات في كل شيء بما في ذلك في الجنسية. وأنا الآن يعني مش أنا كشخص، نعم نحن الكتلة الآن وعندنا ورقة مراجعة شاملة لما قدم في دور حكومة عبد الله نسور فيما يسمى بالمزايا الخدماتية لأبناء للأمانة الأردنيات. إنه مبادرة إن نعم كنت صحيح. الأردنيات، وخرجنا ب13 بند مهمات جدا. أنا يا أخي عمر شعرت بألم وحرقة واتلخبط كل يومي لما إجاني ابن أردني قال لي أنا بحسب القانون الأردني ما قدرت أبلغ عن وفاة أمي. أنا أمي دخلت المستشفى ما قدرت أتبرع لها بالدم، لأنه الأنظمة والقوانين بدي رقم وطني. والتعليمات بده يكون معاي رقم وطني، أن يكون ابن عم أمي هو الشخص الذي يستطيع أن يبلغ عن وفاتها، في حين أنه أنا ما بستطيع أبلغ.